أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هم الذين لا يسترقون ولا يفترون ولا يتطيرون وعلى ربهم لا على غيره يتوكلون. صدق الاعتماد على الله سبحانه وتعالى مع الثقة به والأخذ بالأسباب المشروعة. إخواننا إذا ما تختبروا ما تراجعوا مثل الذي يحفر في البحر، تعرف الذي يحفر في البحر مجنون لا يستفيد شيئا. ما الفائدة تحفر هنا لا تراجع ولا تضبط ولا تفتح اختبار؟ لا فائدة والله ما في فائدة من الدرس. لابد تراجع تضبط تحفر. لماذا خص النبي صلى الله عليه وسلم هذه الثلاثة أشياء دون الذهاب إلى الطبيب ودون شرب العسل ودون الحجامة مثلا؟ لماذا النبي صلى الله عليه وسلم خص هذه الثلاثة أشياء عن بقية الأشياء؟ نعم، تحقيق التوكل. صحيح، ها، قد يظن أن الشخص هذا مخالف. نعم، يقول لأن الناس يتعلقوا بهذه الأشياء حتى يعتقدوا أنها ليست بأسباب. لأن بعض الناس يمرض ويأتي هذا قال اسمع اذهب لفلان راقي لو يكون فيك ما يكون، اذهب إلى فلان يكوي. وفي الجاهلية كان عندهم قبائل معروفة بالتطير، إذا تطير لهم هذا لا يمكن يلقوا ما تطير لهم به. نعم، ولهذا خص هذه الأشياء لأن الناس يتعلقوا بها أكثر من كونها أسباب. تمام. طيب، بعد هذا بدأ المصنف رحمه الله قلنا بتفسير التوحيد. لماذا جاء المؤلف بتفسير التوحيد؟ أمس قلنا لماذا جاء بالباب السادس تفسير التوحيد؟ إنا لله. نعم، ما شاء الله. نعم، بعد أن ذكر لك وجوب التوحيد وتشوقت إليه ولابد من تحقيقه والخوف من ضده والدعوة إليه، الآن بدأ في الكتاب، وقلنا هذه كالمقدمة لكتاب التوحيد. الآن بدأ يشرح لك التوحيد من هذا الباب إلى نهاية الكتاب، لأنه قال في المسائل وشرح هذه الترجمة ما بعدها من الأبواب. تمام. إذن نحن الآن، الله يرضى عنك، شيل التليفون هذا، ارفع ضعه في جيبك، وضع الطيران. نعم، تفسير التوحيد في هذا الباب المؤلف رحمه الله فسر التوحيد بضده، وبضدها تتبين الأشياء. ما هو العلم؟ تقول ضد الجهل، القيام ضد القعود، صحيح؟ الظلمات والنور، بضدها تتبين الأشياء. ذكر الشرك في الدعاء، وتقدم معنا أن الدعاء ينقسم إلى قسمين، دعاء عبادة ودعاء مسألة. دعاء العبادة صرف لغير الله شرك أكبر، صلى صام حج لغير الله. دعاء المسألة ينقسم إلى قسمين، فيما لا يقدر عليه الله صرف لغير الله شرك أكبر، فيما يقدر عليه المخلوق يصح بشروط أربعة: حي وحاضر وقادر، وتعتقد أنه سبب. الشرك في الدعاء، ثم ذكر الشرك في ماذا؟ من يعلم؟ بعد الشرك في الدعاء ذكر الشرك في أجل. ها، في المحبة. ومن الناس من يتخذ، من الناس يعني بعض الناس، من يتخذ من دون الله أندادا شبهاء ونظراء مثلا يصرفون لهم ما لا يصرف إلا لله. المحبة تنقسم إلى ثلاثة أقسام. الأول محبة مع الله، شرك أكبر، يحب الله سبحانه وتعالى ولا يحب أحد مع الله. القسم الثاني من المحبة محبة واجبة. القسم الأول محبة مع الله، شرك أكبر. القسم الثاني محبة في الله أو لله، واجبة من أوثق على الإيمان. من تحب في الله؟ تحب العمل والعامل والأزمنة والأمكنة، تحب العمل الشريعة، توحيد، الصلاة، الصيام. من أبغض شيئا مما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام قال ولو عمل به كفر. الشريعة. الثاني تحب العامل، الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، الملائكة عليهم السلام، الصالحين، الأولياء، أئمة الإسلام، طلاب العلم. نعم، كل مسلم لابد يحب.
الثالث أزمنة يحبها الله، ثلث الليل الآخر، ليلة القدر، رمضان، أمكنة يحبها الله سبحانه وتعالى، المساجد، مكة والمدينة، جبل أحد، جبل يحبنا ونحبه. تمام. ضد هذا البغض في الله، لأن بعض الناس يقول من أبغض في الله، عمل وعامل وأزمنة وأمكن. تمام. الثالث من أقسام المحبة محبة طبيعية جائزة، بشرط لا تقدم على محبة الله، إنما أموالكم وأولادكم فتنة. يحب الزوجة، يحب الأولاد، يحب الوالد، يحب الوطن مثلا، لا إشكال إذا لم يقدم هذا على محبة الله. تمام. الثالث الطاعة، ذكر الشرك في ماذا؟ في الطاعة. اتخذوا أحبارهم، يقال حبر ويقال بحر، تقول شيخ الإسلام حبر ممتلئ علما، أو بحر يعني من السعة، مفهوم؟ أحبارهم يعني علماءهم، ورهبانهم يعني عبادة، أربابا يعني قدموا طاعة هؤلاء على طاعة الله، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. شرك في ماذا؟ في الطاعة. في القديم اتخذوا أحبارهم علماء ورهبانهم عبادهم، في هذه الأيام يقول الشيخ محمد بن عبد الله رحمه الله اتخذوا من لا يعرف لا بالعلم ولا بالصلاح بالتقوى بالعباد، بل هم يحكوا عن هؤلاء الكفر والفسوق وترك الطاعات، وأنه يقوم في الناس عريان ويشرب الخمر، ويقول هؤلاء أولياء الله كذبوا والله، مفهوم؟ فقال الذي يعتقد في الصالح هذا أصح ممن يعتقد في الطالح الذي يشهد عليه وعلى فسقه صلى الله عليه وسلم.